كل اللعيبه. برافو عليك يا كابتن. هو دي النقطه يا كابتن عادل، ان احنا دايما عارفين ان لاول مره من 77 80 مباراه نشوف لعبتنا بهذا الشكل على الاقل. حتى لما كانوا بيبقوا قبل كده في سوء اداء ولا حاجه، كان بنقول ان الاجهاد وكذا، وده كان بالفعل لان كانت بتلعب كل يومين ثلاثه مباراه. ولكن احنا دلوقتي وصلنا للمرحله المهمه جدا اللي هي بدايه موسم جديد، وبالتالي ناس قلقانه شويه من شكل واداء الفريق في مباراه امبارح. فيمكن هو ده اللي عامل العصبيه شويه بالنسبه، او ان الناس زعلانه اكتر من اي حاجه تانية. سوء الاداء، شكل الاداء الوحش هو اللي خلى الناس تبقى متضايقه اكتر من الخساره. هي في نقطتين، النقطه الاولانيه وهي انه انت لاضي موسمين قبل الموسم ده. يعني الموسم اللي فات كان متصل مظبوط، وانت داخل كمان على اسبوع بس، مينيمم 3 اسابيع ما بين الدوري والدوري. شفنا ليفربول محمد صلاح 3 اسابيع في البيت، 3 اسابيع على البحر، يصطاد سمك، يبعد كل البعد زي ما بيقول الكابتن ماهر. عملية التشبع دي لازم تنتهي، وبعدين بعد الثلاث اسابيع على البحر يلعب تنس، يلعب اي حاجه بعيد عن الكرة، بعيد عن كره القدم، علشان الجسم يستعيد حيويته ونشاطه. ثم بعد كده ابتدي فتره اعداد اسبوعين او ثلاث اسابيع وابتدي العب الدوري. العالم كله بيعمل كده الا احنا. دي نقطه. النقطه الثانيه حضرتك تفضلت عليها، وهي انك انت الولاد مع الضغوط المستمره، بتلعب كل 48 ساعه، ويمكن قلنا قبل كده في اسبوع واحد سافرت مصر كلها. مظبوط، يعني من الجونه للاسكندريه للسويس. مظبوط، في اسبوع. فحتى قلنا لو انا بسافر كده يعني هتتعب. بالطياره كده مش هلعب كوره ولا حاجه. رايح سياحه هتتعب، لو رايح سياحه فندق يوم تريح هتعب. فبرضه ده برضه مش مبرر، لكن مفيش شك انه الكمال لله وحده. مفيش واحد بيفضل موسم كامل بيأدي الأداء الرائع ده وبيحصل على هذا الكامل من البطولات، ولما بيخسر مباراة نتيجة عدم تركيز هنقول كل الاعتبارات اللي الجمهور ممكن يكون بيفكر فيها، أي سلبيات من مدير فني، أي سلبيات من أي لاعب، إحنا بنغفر بشرط إن زي ما حضرتك تفضلت كده الاجتماع اللي كان موجود النهاردة، من فضلكم بطولة الكاس لابد تبقى في الدولاب بتاع النادي الاهلي، لان دي عمليه مهمه جدا لجمهوركم. الجمهور انا بشوف النقطه دي تحديدا ان طبعا المكسب مهم وكل حاجه، ولكن برضو اللي كان مزعل الناس، ما ده سؤالي، سوء الاداء. ان طبعا الاداء مش هو ده قفشه، مش هو ده شريف، مش هو ده طاهر، مش هو ده كل اللاعبين، عشان بس ما انساش حد. هو ده اللي مزعل الناس اكتر، فده مخليهم قلقانين. فهل حضرتك شايف ان شكل الاداء ده هيستمر؟ والله دي حاجه ما اتمنهاش، لانه انا لما اوصل لمرحله ان انا طالع من بطوله الدوري بفعل فاعل، برضو لازم انا جوايا كراجل برتدي تيشيرت النادي الاهلي كان لابد المباراه ديت اخدها، حتى لو اتقال ان التيم اللي قدامي هيلعب بسبع افراد هلعبها في منتهى الجديه علشان البطوله دي تعوض لي. هي طبعا مش هتعوض بطوله الدوري، لكن ابقى عارف ان انا اتظلمت ظلم بين في بطوله الدوري. البطوله دي كانت برضو يعني هي بطوله اشترافيه، لكن ما فيش شك انها كانت هتدي معنويات اكتر للعيبه طبعا. لكن اللي مأثر في الجمهور ان الفريق اللي قدامك بيلعب بقوه وحماس غير طبيعي. ال 120 دقيقه الناس بتطير على الـ على الـ على الـ بيطيروا، حقهم هم يعملوا كده، ودي حاجه ده حقه طبعا. بس انا المقابل ايوه اللعيب بتاعي تمريرات خاطئه، المدير الفني برضو يعني امبارح في اثنين لعيبه جداد بيلعبهم حسام في توقيت انا شايف مش توقيت اللعيب الجاي جديد او اللعيب اللي هو طالع من اصابه. انا بعتبره مرحله ولاده نجم، هو جاي نجم، انا بعتبره كانه لسه طالع ناشئ، وبديله التقديم او الوجبه اللي الجمهور هيشوفها بديها له في ربع ساعه في ثلث ساعه لحد لما يستعيد انسجامه مع اللعيبه ومع زمايله وينخرط معاهم، وبعدين اقدمه للجمهور في احسن توقيت.